ليلها كنهارها مع نهى سعدي والأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموج السعودية. طبعا تعرفوا كذا كذا يعني في حماس نكمل المدرجات الرومانية صار فيها. المهم هذا طبعا اللي سمع الحلقة معانا الأمس حيعرف إحنا على إيش بنتكلم، واللي ما سمع يرجع يتابعها على اليوتيوب على قناة ألف ألف أف أم. وما يمنع برضو أستاذ اعتدال دائما بتعطينا فكرة عن فين توقفنا قبلها بيوم. رحب فيك يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متحمسة جدا أنت يعني ما شاء الله بدايتك جميلة جدا. كنا بالأمس بنتحدث عن ليش الرسول الله سبحانه وتعالى اختار الجزيرة العربية مهد للرسالة السماوية. كان قبلها كان عن الحفظ وعن هذا، لأنه قلنا الجزيرة العربية كانت بعيدة عن الحضارات، فكانت الحضارات موجودة، الحضارة الرومانية، المدرجات، التماثيل، الأشياء، الآثار الجميلة جدا، وكان عندهم ترف لدرجة أنه اعتمدوا على الترف على الرفاهية. الجزيرة العربية ما كان فيها الترف ده، كانوا إيش موجودين؟ كانت حياة بدائية بدوية، حياة يعني بسيطة جدا، ما كان عندهم ترف، فكانوا وكانت القراءة والكتابة عندهم قليلة. عندكم القراءة والكتابة، تعرف الحضارة الفرعونية، شوفوا الطب اللي تركوه والفلك وهذه الأشياء والعلوم. حتى الحضارة الرومانية تركوا فيها علوم الفنون الفنون اللي تركوها، الفن الروماني والنحت وهذه الأشياء كلها. الجزيرة العربية ما كان موجودة دي فيها، فكان عندهم مخ صافي وذهن صافي، فكانوا يعتمدوا على الحفظ على ملكة الحفظ، يحفظوا على رأسهم على دماغهم على دماغهم أحسنتي على الذاكرة اللي عندهم. عشان كده لما كانت الآيات تنزل ما كانوا يلاقوا صعوبة إنهم يبعدوا دي الآية ويبعدوا دي الآية وحطوها في مخهم، يحطوا الآية في النص ويحفظوها، ما كان عندهم صعوبة. لدرجة أن الصحابة، كثير من الصحابة وفي حروب الردة قتل 70 من حفاظ القرآن. يعني حفظ القرآن على مدى 23 سنة وهم يحفظوها، لما كانت تتنزل الآيات دي في النص ودي في النص ودي تدخل في هذه والآية الأخيرة اللي تجي، فكان أمر. ترى إحنا ليش بنستغربوا دحين؟ تعرفوا ليش بنستغرب؟ لأنه إحنا ما عشنا المرحلة دي. نعم. إحنا اعتمدنا على التقنية، إحنا بنقيس الوضع اللي كان زمان بوضعنا الحالي هنا، وهذا أمر مغلوط إن أنا أقيسهم على هنا. زي دحين مثلا، تعالي أنت لو جيتي بتقيس وضعك أنت في مدنية، أنت هنا مثلا عايش في جدة ولا عايش في الرياض، هل تقدر تقيس المجتمع وتقيس الأخلاقيات اللي في المجتمع أو العادات والتقاليد؟ أيوه، حتى لو حاولت بتصعب عليه مرة كثير، لأنه البداية ما يعرف ما تجي مثلاً. وبعدين أنت بتظلم الطرف الثاني. دحين مثلا أنت زيك زي اللي في شرورة ولا في الليث ولا اللي قاعد في الأرياف، ما تختلف تماما. الجار عن الجار، الأخ عن الأخ، الغرفة عن الغرفة، تفرق من الأشخاص اللي ساكنين فيها. النساء لما نيجي نقعد نقول كيف تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عايش عمره 9 سنين؟ ايوه تزوجت 9، تستغرب ليه؟ يعني ابو 9 سنين زمان زي كان عمره 26 سنه 27 سنه دحين هنا. اسامه بن زيد 16 سنه قاد جيش، محمد الفاتح فتح القسطنطينيه عمره 16 سنه، تعال هنا ابو 16 سنه، ابو 25 سنه قاعد يلعب لك بلاي ستيشن ويلعب لك مدري الجمله 60 مره والله، ولا يفهمها برضه ولا يفهمها صحيح يعني، لا ومشغولين بايه. وما هو تعميم يا جماعه، يعني كل مين وتربيته واسلوبه، وبرضه الذكاء يحكم، لكن احنا نتكلم بمجمل الفكره. نعم، مو انا بقول إذا في العصر الواحد بيئة عن بيئة تختلف، فليش نستغرب؟ فعندهم زمان كانوا أول ما بدأوا بيعتمدوا على إيه؟ على الحفظ، فكانوا يحفظوا السنة وينقلوا الأحاديث. بدأت الأحاديث في إيه؟ في الحفظ بينهم، وكانوا ينقلوا الحديث بينهم وبين بعض وينقلوها. وبعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة صاروا هم نفسهم حريصين على نقل الحديث، يعني لدرجة إنه الصحابي كان ينتقل المسافات الكبيرة من المدينة إلى الكوفة علشان يتأكد من واحد حديث، يقول أنت سمعته وأنا سمعته بس بدي أتأكد منه عشان لا أنت تموت ولا أنا أموت وما تأكدنا الحديث. فتخيلوا كانوا ينقلوا الأحاديث، الحرص الشديد يعني، وكانوا قبل وما في أحد حينتقل من مكان لمكان بشقاء السفر هذاك الوقت. نعم. عشان يوصل ياخذ الكلام اي كلام او ما يستوعبه تماما، يعني حيكون على قد اللي هو عاناه من مشقه انه يبغى يعرف الاحاديث. حتى كانوا ينتقلوا فيها يعني تخيل مسافات قديش كبرها. احنا هنا عندنا بنقول طب احنا سهل نقدر بضغطه زر نتاكد من الحديث،
أي نعم هذا من نعمة الله علينا أنه تتأكدنا الحديث اللي هنا، بس عشان تعرف لما نقل لك الحديث لا تقارن عصرك بالعصر السابق هناك، ولا تستغرب تقول معقولة يسافروا عشان حديث. أيوة معقولة، أنت عندك ضغطة زر، هما ما كانت عندهم ضغطة زر، هما كانت عندهم ضغطة مشي حتى ضغطة زر والله باتصال بيحسها شقة. أيوة صار بيحسها لسه حتصل ولسه حعمل ولسه حسوي، ما هو ده فماذا. فالصحابة كانوا يقتدوا بالسنة في كل أمر من أمورهم. يعني أقول لك شيء، مثلا تعال عندك عمر بن الخطاب لما جاء يستقبل الحجر الأسود ويقبل عليه ويقبله، كان إيش يقول له؟ والله إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلتك. ليه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كانوا حتى لما تخيلي في علي بن أبي طالب مرة، في حديث مرة جميل، جابوا له دابة عشان يركبها، فلما حط رجله في الركاب اللي هو الحاجة اللي بده يحط رجله عشان يطلع في هذا، فقال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا، ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك. فقلت، هذا علي بن أبي ربيعة بيسأله، فقلت له مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ من إيش ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. فهو ضحك زي ما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت، هو سأل برضو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له مما ضحكت يا رسول الله؟ طيب يعني شوفي حتى الضحكة قلدها سواها شوفي إيه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك، فلما سألوا علي قال له ليش ضحكت يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ يعجب الرجل من عبده، يعجب الرب من عبده، الله سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. فهنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عجب الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الذنوب. فعلي قلد الضحكة، علي رضي الله عنه قلد الضحكة حقت الرسول صلى الله عليه وسلم. فشوفي كيف كانوا إيش يقلدوه في كل شيء. هنا في عندك عثمان سعيد بن المسيب يقول رأيت عثمان قاعدا في المقاعد، قاعد عثمان رضي الله عنه ابن عفان، فدعا بطعام مما مسته النار، يعني طعام مطبوخ، فأكله ثم قام إلى الصلاة فصلى، ثم قال، هنا الآن عثمان بيقول إني أنا سويت بالضبط زي اللي سواه رسول صلى الله عليه وسلم، قعدت مقعد رسول الله، أنا قعدت في نفس طريقة رسول صلى الله عليه وسلم، وأكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم كانوا حريصين إنهم يقتدوا طبعا بإيش؟ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذول الصحابة. طب التابعين؟ طب من هم التابعين؟ التابعين هم، إحنا نعرف معنى الصحابي، الصحابي هو الذي عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه، سواء روى عنه حديث أم لم يروي، فهذا يعتبر صحابي إنه شهد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب التابعي من هو التابعي؟ هو الذي شهد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسمى التابعي. شهد الصحابي. شهد الصحابي. ففي عندك بعد كده في عندك تابعي، التابعي هو اللي شهد التابعي اللي شاف الصحابي، الصحابي اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم. فشوفي كيف هذول دقيقين جدا جدا. التابعين نفسهم طيب كانوا حريصين جدا انه ايش؟ انهم يتمسكوا ايضا بالسنة. عمر بن عبد العزيز كان يقول السنة انما سنها من علم ما في خلافها من الزلل. كانوا قاعدين شريح القاضي، الزهري، عون بن عبد الله، الحسن البصري، حسان بن عطية، أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذول كلهم تابعين كان عندهم مقولات كثيرة عن التمسك في هذا. طيب كيف كانوا يروا الأحاديث؟ طيب هذول الصحابة والتابعين، كيف المنهج اللي عشان لا يجي أحد دحين يتفلسف ويقول والله الأحاديث دي إيش درانا إنهم رواها؟ نقول لكم المنهج اللي كانوا هو يروه. أول شيء كانوا يحتاطوا جدا جدا في رواية الأحاديث. مو كل واحد كان يروي الحديث، كثير من الصحابة ما يرضى يروي الحديث عشان لا يقول كلام، يخاف إنه يقول كلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عنده الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ما كان يرضى يقول الحديث. وفي صحابة اللي هم واثقين زي عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة، أبو هريرة إيش اللي خلاه يحفظ؟
مع أنه أبو هريرة أسلم متى وكلكم أخذته، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم في السنة السابعة للهجرة، طيب في عام خيبر، طيب وهو من قبيلة الدوس، رواه كثير، هذا كلهم حافظينها. طب إيش أبو هريرة؟ مع أنه في السنة السابعة للهجرة، للهجرة مش للبعثة، يعني شوفي أحسب 13 سنة حقت البعثة، حقت البعثة قبل الهجرة، وسبع سنين حقت الهادي، معناته بعد 20 سنة أسلم هو. وهو أكثر رواة الأحاديث. ليش؟ أبو هريرة كان من أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ أهل الصفة كانوا ناس فقراء يقعدوا في الحرم، تعرفوا في الحرم المدني في المسجد النبوي، مو في عندكم الدكة هناك يسموها دكة الأغوات، في قدامها كده منطقة برضها زي الجلسة كده، هذه كانت يسموها أهل الصفة. أهل الصفة الناس الفقراء اللي يجوا وما عندهم شغل وما عندهم أكل وهذا، فيجلسوا هناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يجي أي شيء من الصدق يجي ويأكلهم منها، يطعمهم منها، فيسموهم أهل الصفة. كان أبو هريرة من هناك فقير جدا، ما عنده شغل، ما بقدر يشتغل، ما كان عنده شغل فيها، ولا كان قادر يشتغل، ولا عنده المال، إنه فقير جدا جدا. فكان يختلف إلى أهل الصفة، يجلس معاهم يشتغل شوية، يجلس معاهم هناك هنا. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مين فيكم طيب حيكون حروي أحاديث أنا يكون أحفظ شيء ويبسط رداءه؟ اللي كان عنده استعداد إنه يبسط الرداء حقه بحيث إنه ما ينسى حديث أبدا. فيقول أبو هريرة: فبسطت ردائي، بسط ردائي اللي هو كناية عن إنه كل اللي حيجي من الرسول صلى الله عليه وسلم حيقعد في ذاكرته، مش حينساه أبدا. فيقول: فقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطانا أحاديث حافظها من حفظها وناسيها من نسيها. هو بعد ما فرش الرداء حقه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقبض الرداء، قبض الرداء وضمه إلي. طيب فيقول أبو هريرة: فلم أنسى حديثا قط. يا سبحان الله. وهذا طبعا رجعنا لأول الحلقة لما كنا بنقول رقمين على بعض ما فعلا بنلحق نحفظهم، أو صرنا معتمدين ومتكلين على كثير من الوسائل والطرق اللي إحنا ممكن نكون فيها نرجع لها، اللي هي المرجعية. فلو كان إحنا بنرجع لرقم تليفون، فالأولى إنه نرجع لأحاديثنا. خليكم على السمع، فاصل ورجعين. ليلها كنهارها مع نهى سعدي والأستاذة اعتدال إدريس. مكملين معكم مستمعينا وليلها كنهارها، وكنا بنتكلم عن أبو هريرة. نعم. اللي احنا فعلا حافظين الاسم بالنغمة كمان، يعني كلنا حفظنا السطرين هذول بنفس الطريقة، تعرفنا عليه أكثر وعرفنا أنه كيف كانت البداية. نعم. فيقول أبو هريرة: فلم أنسى حديثا قط، ما نسي. فهو صار يروي أكثر الأحاديث. بعدها في الرواية عندك عائشة رضي الله عنها كانت تروي أحاديث كثيرة. طبعا بعدين حنتكلم عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وإيش الأحاديث الموجودة، حنتكلم عنها بإذن الله الرحمن الرحيم، بس علشان لحد يجي يشكك. فهو كانوا الصحابة حريصين جدا جدا يحتاطوا في رواية الحديث، حتى كان ابن مسعود يقول: ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بالخشية. طب في صحابة ما رووا، بس أبو هريرة ربنا أعطاله هذه الموهبة إنه هو الحفظ فيها. وكثير من الصحابة كانت عندهم موهبة الحفظ الشديد، يعني أقول لكم حتى التابعين، يعني الشافعي رضي الله عنه، الشافعي وهم أحد هذا، كان لما يقرأ الكتاب يحط يده على الصفحة علشان لا يطالع فيها، لأنه بمجرد النظر يحفظها خلاص، فكان يحط يده عشان لا تنحفظ الصفحة قبل صفحة. فتخيلوا قديش كانت قوة الحفظ عندهم. ليه؟ لأنه ما في المدنية اللي كانت عندهم، أو الترف أو الرفاهية أو عدم الاعتماد على العقل اللي ضيعتنا إحنا، كانت قدرات العقل يعني بصحتها. نعم بصحتها كانت موجودة. أيضا كانوا يعني منهجهم أنه طبعا في صحابة كانوا يروا كثير زي قلنا أبو هريرة وعائشة رضي الله عنها هذا، وفي كانوا صحابة يقللوا من رواية السنة، ما يقدروا يقول، لأنه يقول لك أنا ما أقدر أتكلم، بس اللي عنده المقدرة وعنده يقول أنا لها. تعالوا أقول لكم إيش المعنى دي كلمة أنا لها. سيدنا يوسف عليه السلام. طيب معلش إحنا بنخرج وبندخل، بس لازم عشان نربط الحديث كله. أيه. حلو. أيه. طيب سيدنا يوسف عليه السلام لما فسر الرؤية للملك وقال يعني حتكون في 7 عجاف وأخرى و7 سنبلات خضر أخرى يابسات، فقال إيش؟ إنه حتجيكم 7 سنين عجاف، يعني في حتأكل 7 سنين خضر، وبعد كده تجيكم عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. طيب كان سيدنا يوسف عليه السلام عارف نفسه إنه عنده المقدرة وعنده القوة إنه يكون يمسك هو وزير التموين والأغذية، فقام قال له إيه؟
اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا الكلام نقوله لمين؟ نقوله للي يكون عندك مقدرة. لو جاء إنسان قال أنا عندي المقدرة أسوي كده، نقول هذا مغرور. لا، مو مغرور، عارف نفسه، عارف إنه عنده، يعني هذا شيء لي شهادة من ناس عليه ولي شهادة من نفسه عليه واختبر نفسه فيه. ولا ما أحد يبغى يسوي شيء ما ايوه، بس ما يمنع انه في ايوه في 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 الناس المغرورين اللي شايفين نفسهم عاطين نفسهم كشه وعارفين هذا غير فيه. لكن في الناس اللي يقول انا عندي المقدره ان انا اسوي شيء، ما يمنع اني انا اقول اسوي هذا الشيء. فابو هريره كانت عنده المقدره على الحفظ، فما توقف انه ما روى الحديث. بس في صحابه عارفين ممكن ينسوا، فاخذوا الجانب هذا، فما هو في تعارض. لا احد يجي يقول لي في تعارض، طب في الصحابه ما روى، ايش معنى ابو هريره روى؟ فاحنا بنقول لما احنا بنقول انه ايش، انه الانسان لما تكون عنده الامكانيه وعنده القدره لا يمنع انه يقول انا لها، انا اتصدر لهذا الامر. نعم. لو كل واحد في نجات قالت لا والله انا ما اروي، انا ما اتكلم، انا ما اسوي، الامر حيضيع. نعم. صح ولا لا؟ لكن إذا أنت عندك المقدرة قولي أنا أقدر أسوي ذا الشيء. حلو الصدق. إذا نعم. خايف أقول خايف، يعني ممكن شخص يقول عنده دي القدرة صح؟ نعم. بس إنه يخاف يعني أو ما يبغى يسوي حامل هذه الأمانة. أيوة. بعض الأحيان حتى التورع ما هو في هذا المجال. في الصحابة إذا أنا عارف نفسي لا أنا أتورع، لكن في ناس أقولك لا والله أنا أقدر، عند المقدرة فأجعل فيها. عندنا في إشكالية، في ناس يجي يقول لك طيب عمر بن الخطاب حبس بعض الصحابة عشان كانوا يروا أحاديث كثيرة. لو جيتوا فهمتوا معنى كلمة حبس، هو مش حبس سجن. عشان شفتوا كيف لما أقول لكم اللغة العربية ما نفهمها، هو ما حبسهم، ما سجنهم، لأن عمر بن الخطاب ما يسجن. هو خلاهم عنده ألين، زي مثلا ابن مسعود، ألين يتوثق إنهم حيروا الأحاديث بالطريقة الصحيحة من غير ما يكون فيها زيادة أو نقصان. إيش كانت الفائدة من الـ عشان الحديث ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إنه كلمات خطأ ولا فيه لا الفائدة زيادة. أقصد الملموسة من إنه كانوا عنده إيش صار في هذا الوقت. وهو في ناس بيقول لك إنه السنة ما انكتبت غير متأخر، السنة ما انكتبت غير بعدين، معناته إنه جار فيها وضع وإنه الأحاديث ما هي صحيحة. عشان كده الناس بيقولك إحنا ما نأخذ بس غير في القرآن. والدليل على كده إنه عمر بن الخطاب حبس ابن مسعود وحبس هذا. فنقول لهم يا جماعة المعنى مش كده، المعنى إنه خلاهم عنده ألين يأكد عليهم ويتأكد منهم إنهم حيروا الحديث بالنص فعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بس يعني اختبرهم. نعم نعم. وكان يقول لهم أعرضوا على الصحابة التانين، وكان يقول لهم هنا، فما ما كان يقول لهم مو محبس معناته سجن. للأسف إنه إحنا ما إحنا فاهمين، واللي بده يجي يتفلسف يأخذ له كلمة ولا كلمتين وما هو فاهم يطير فيه. أيوة. ويقول لك أهو السنة كتبت بعدين. نقول لهم يا أحباب ما هي هذا المعنى هنا، لأنه حتى بيقول لك طب الرسول صلى الله عليه وسلم في كمان شبهة من الشبهات، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى إنه تكتب السنة، فما انكتبت السنة غير متأخر معناته إنه صار فيها وضعه هذا. نقول لهم يا أحباب أفهموا، في البداية صح الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في بداية الدعوة، نهى إنهم يكتبوا الحديث. ليش؟ حتى لا يختلط القرآن بالسنة. شكرا. فلما توثق منهم أذن لهم، وعندنا أحاديث كثيرة حتى قال له خذ أكتب هذا، أحاديث كثيرة ارجعوا لها في الصحاح إنه أكتب هذا الكلام وخذ أكتب الكتاب لهذا أكتب. لما توثق منهم فلا تيجي تخلط ده بده، لا ينخلط. وهذا نسخ السنة بالسنة. لما كنا بنتكلم في قرآن عجبا عن الناسخ والمنسوخ، كنا بنقول نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة للقرآن ونسخ السنة بالسنة. فالنهي كان في البداية، نسخه إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أكتبوا، فإذا هذا منسوخ. فإذا السنة انكتبت، وانكتبت فيها كل الأحاديث اللي موجودة، وكانوا الصحابة يعني حريصين جدا جدا إنهم يمشوا على منهج إنهم فيه يحموا السنة ويحموا الأحاديث. فلا حد يجي يتفلسف ويقول والله إيش دراني الأحاديث هنا. ومنها اللي المتقن زي ما قلنا أبو هريرة، المحتاج للمحتاجين الناس لعلمه. طيب كان يقولها ليه؟ لأن التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع مراعاة الضوابط هو اللي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث وريتنا إحنا فهمنا إيش قال، نظر الله امرأة سمع ما قالتي، طيب سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. إيش معنى الكلام هذا؟ نظر الله هنا، الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي لإنسان
طيب نظر الله زي ما أقولك الله يجعل وجهك منور، الله يجعل وجهك جميل شرح جميلة مثلا زي ما أقول مريح قبول قبول أحسنت. فأنا أقول نظر الله. طيب امرأة بيدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع منا شيئا، أي حديث تسمعه بلغه كما سمعه، بلغ أنت بلغت اللي هذا سمعته، ممكن أنت بلغت الحديث طيب، فاللي بلغتيه ممكن يكون أفقه منك أنت، ممكن يكون أحد سمع كلامي طيب أو سمع كلام نوها أو سمع حديث نقلوا وأفقه منه. هذا اللي كنا نتكلم في أول حلقة. أيوة. في سلوب الطرح الأداء أو النقل بيختلف تماما. نعم. وفي شخص مقبول جدا وفي شخص 10 أشخاص ممكن يسمعوه، واحد بس اللي يعرف يستوعب. أحسنتي. تعالي أقول لك البخاري ومسلم والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة وكل هذا، هذا ما كان لهم شيوخ؟ كان لهم شيوخ. ما تعلموا من ما تعلموا من أحد، تعلموا. طب أتعلموا دولة. طب ليش ذكر الشافعي واشتهر ولم يشتهر أستاذه؟ لأنه هو أفقه منه. طيب ليش اشتهر البخاري ولم يشتهر أستاذه؟ البخاري حفظ القرآن وعمره 8 سنوات، تصدر للفتوى وعمره 16 سنة، تصدر للفتوى، معناته انه قعد ولازم استاذه ولازم 30 سنه ولازم. طب يا جماعه طب ليش اسم البخاري هو اللي طلع واستاذه ما طلع؟ لانه رب مبلغ اوعى، رب سامع مبلغ اوعى من سامع. طيب اللي هو المبلغ ده اللي وصل له هذا، وصل اوعى، وصل له الثاني، وصل له الحديث، وصل هذا، فهم اوعى منهم. فلا نستغرب، قال لهم بلغوا عني، نظر الله امر هذا. فحتى يقولك فرب حامل فقه الى من هو ايش، في روايه تانية نظر الله امر ان سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. حفظه. طيب فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ترى على فكره الفقهاء لما جوا يقسموا قالوا في محدثين وفي فقهاء. ايوه. إيش يعني محدثين؟ المحدث هو اللي يروي الحديث بالنص زي ما هو، زي ما هو، بس مو شرط إنه يكون فاهم معنى الحديث. أيوة. أو ولا تقدر تسأليه في معناه، ولا أحسنتي. تقدر تسأل ولا يقدر يقول له هات الأحكام الفقهية منها. أي لأنه هو مجرد ناقل للحديث، نقل بس ما الحديث يعني إنه شخص مثلاً غلط أو لا، مو غلط. إيه يعني إيه؟ هو أعطاكي الشفرة هذه وأعطاكي الكتاب، يلا أنت أفهم اللي في الكتاب. الفقيه هو الذي يفهم ما في هذا الحديث، فيقدر يفسره ويقدر يجاوب على الأسئلة. أيوة. يقدر يجمع الحديث دا والحديث دا والحديث دا ويجمعها مع بعض وندر الأحكام الفقهية منه. هذا هو اللي بيحصل. فالمحدثين يعني ممكن يكون واحد نقل حديث بس مو فاهم إيش الأحكام اللي موجودة في الحديث دا. يعني أنا مرة قرأت من زمان إنه في واحد من المحدثين كان في بيخطئ في بعض الوضوء، طيب في حكم أحكام الوضوء وهو ناقل الحديث، لما جاله الفقيه طيب وأخبروا للأسف الأسماء دعي ما هي جيت على بالي لأنها جات عرضا كده، فقام قال له كده كده، قال له أنا قعدت سنين وأنا أقول الحديث ده وأنا ما فهم، ماني فاهم معناه. سبحان الله. فهو ناقل، ناقل للحديث بس كان حريص أن ينقل الحديث بالنص. وإنت يا فقيه افهم الفقه منه وافهم الحديث منه وخرج الأحكام الفقهية، وعشان كده لما حتجي تشوف في الأئمة وكيف الخلافات الفقهية اللي بينهم وإيش الأشياء اللي طلعت، هذه كلها علم يا جماعة، مش واحد قاعد كده في مكانه ويقول لك والله كده ساير وأنا يقعد يحكم بنفسه للفقه. في نقل الحديث، في الطريقة، في المسميات اللي إحنا سمعناها، المسميات كلها وطريقتها وليش تسمت بذي الطريقة، برضو في أخلاقيات. نعم. وأشياء إحنا نتعلمها وأشياء كمان إحنا نعرفها وبتنطبق على يومنا في كل لحظة، في العمل، في البيت، بين أهلنا، في كل مكان. فحتى في هذه تطبيقها في اتباع بصورة شوي غير مرئية ولا يمكن حتى غير مقروءة، بس صورة جدا جميلة تفرق كثير معايا ومعاك ومعاها ومع كل أحد. ليلها كنهارها، برنامجنا بكرة حلقة جديدة بإذن الله. خليكم دائما على السماء.